لا أنا هون حطيت أهداف، ولكن ما عنوان درسنا السابق الذي كنا نعمل عليه؟ هل تذكرين ما عنوان درسنا؟ ملك صديق، ما عنوان درسنا؟ لا تعرف. نور ناصر، ما عنوان درسنا السابق؟ كيف نصون القيم؟ آها تمام، قيم تصون عيش اللبنانيين سويا، هذا كان عنوان درسنا للحلقتين السابقتين. اليوم سنكمل الأهداف التي عملنا عليها، وسأعمل على الهدفين الأخيرين، بالذات هنا سأعمل على الهدف الأخير. سأعدد، عفوا، على ثلاث أهداف. أتعرف على اتفاق الطائف، يعني اليوم بنتعرف يا ملك على شيء اسمه اتفاق الطائف، ما هو؟ أعدد أهم النتائج، يعني نرجع كأنه عم نعيد هون، عم نركز على الخسائر التي لحقت بالمجتمع اللبناني بعد الحرب الأهلية. يعني هون حنشوف أكثر النتائج بالأرقام، ما هي النتائج التي لحقت بالمجتمع اللبناني. وأخيرا سأعيد وأكرر، يعني إحنا سبق ومررنا على هذه النقطة، أدرك أهمية تضامن اللبنانيين خلال المحن. أوكي نبدأ. فإذن أحضرت لكم اليوم مستندا جديدا، هل ترون المستند؟ راما معاري، هل ترين المستند؟ راما معاري، هل ترين المستند؟ نعم. بعد ما عندك صوت، في عندكم كبسة على اليسار تحت، هي بتقلكم إذا بتستخدموا الأوديو أو السبيكر تبع التليفون لازم تكبسوها ليطلع عندكم الصوت. ملك صديق، هل تسمعينني؟ نعم. أوكي عظيم، هل ترين المستند؟ نعم. فازن في في هذه إنه نص. أطلب منك أن تقرأي، أولا سنقرأ النص سويا. انظري إلى المستند رقم واحد، ولكن قبل قراءته، هل المستند رقم واحد؟ يلا السؤال الأول، ما مصدر المستند؟ إذا إحنا نظرنا إلى المستند صحيح، ننظر إلى HTTPS. أوكي، فإذا إنه موقع، نعم. موقع يعني موقع على الإنترنت، عادة اسمه يكون بعد كلمة www. نعم. أترين؟ حابل جيكم جادالية.com. دائما اعتدنا أن نكتب المصدر كما هو، يعني أنت شفتي كيف مكتوب بالأجنبي، حتى لو كان امتحاننا التربية باللغة العربية عليك أن تكتبي مثل ما قلتي https://www.jadaliya.com. عظيم، شكرا لك ملك صديق. سأنتقل إلى السؤال الثاني، ما نوع المستند قبل أن نقرأه؟ إذا نظرنا إلى المستند هو من موقع مكتوب بتصرف وهو نص، برأيكم هذه jadaliya.com شو هي هاي؟ شو ما شو مسؤوليته هذا الموقع؟ شو بيعمل هذا الموقع يا راما؟ فاطمة قاسم، ملك علي، فذن راما معاري، ماذا يفعل هذا الموقع؟ لا إجابة. ملك علي، نعم. نعم. برأيك ما ينشر هذا الموقع؟ ماذا ينشر هذا الموقع جدلية؟ ينشر مقالة. ربيا، برافو، بتعد بالفرنسي. فإذا أرى أمامي نوع المستند، أستطيع أن أقول أنه مقالة في جريدة إلكترونية. شو يعني جريدة إلكترونية؟ نحن يمكن مارق على راسكم جريدة، ولكن ما معنى جريدة إلكترونية برأيك يا رولا عثمان؟ ما معنى جريدة إلكترونية؟ يعني جريدة من مثلا لابتوب أو من التلفون أو هيك شيء،
يعني أكثر من لابتوب، ممكن أقراها على التليفون، ليش بس على اللابتوب؟ مسألة. يعني ممكن خلينا نوسعها أكثر يا ملك ونقول جريدة، مقالة، جريدة يعني إلكترونية، يعني جريدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عامة. هلا صار في عندكم أوقات جريدة بتنشر عبر الواتساب، إذا في جروب مثلا بينشروا أخبار البلد، أو مثلا ممكن نفوت على موقع جريدة النهار ونقرأ الأخبار اللي عم تحدث بالبلد. بطل الجريدة ورقية زي أيام زمان، في كتير منهم هلأ اتجهوا للجريدة الإلكترونية، لأنه بوجود أنه كل العالم صار معها هواتف محمولة ذكية تستطيع أن تدخل وتوصل الأخبار بعدة طرق، بطل في كتير قيمة للجريدة المطبوعة. فإذا هذه كانت نوع المستند. السؤال الثالث، ما موضوع المستند؟ أنا لا أعرف عن شو عم يحكيني المستند، يجب أن أبدأ قليلا بقراءته، فسأطلب من فرح استاتية، نور عثمان حكت، شكرا. فرح استاتية، هل تستطيع أن تبدأين بقراءة السطر الأول من المستند رقم واحد؟ نعم. نعم. في سنة 1980 صادق نواب آخر برلمان لبناني منتخب على اتفاق الطائف الذي سمي رسميا وثيقة المصالح الوطنية. وقع الاتفاق في مدينة الطائف السعودية رويدا السعودية ومكنت له شوي شوي. اوكي، حدا بيعرف متى انتهت الحرب الأهلية؟ هذيك مرة تكلمنا متى بدأت ومتى انتهت، هل تذكرون متى بدأت الحرب الأهلية في لبنان؟ أي عام بدأت حادثة البوسطة وكانت شرارة لانطلاق الحرب الأهلية في لبنان التي في أيادي مرفوعة؟ هنية، أتعلمين أي سنة بدأت الحرب الأهلية؟ سميحة عواتي، هل تعلمين أي سنة بدأت الحرب الأهلية؟ هذيك المرة ذكرنا في الحصة السابقة. ملك هذه من دون عائلة، بس مين عليك شو؟ فيك تعملي أنا ميوت لنشوف ملك صديق يمكن؟ غنى أبو خضرة، أي عام بدأت الحرب الأهلية في لبنان؟ بس أنا فين أجاوب؟ حنين أبو طه، أنا عم بعمل أنا ميوت للي عم بسألهم بس ما عم يجاوبوا. حنين قف، هنية قفاص، أي عام بدأت الحرب الأهلية؟ في حدا روان، بس روان ما بعرف أي وحدة. روان، أنت روان أي؟ 7000 ولا 7000؟ رجعت عملت ميوت. طيب اسأل رامم يا عم. بدأت الحرب الأهلية عام، بدأت الحرب الأهلية عام 1989. 75 حدثت حادثة البوسطة، وأي سنة انتهت؟ 1990. صح، هون عنا على الشاشة، إذا أنا بتشوفوا على المؤشر عندي، الحرب الأهلية دامت 15 عام، من عام 75 لعام 90. 15 سنة عاش اللبنانيين كوارث الحرب الأهلية بين شرقية وغربية ومسيحي ومسلم وإلى آخره. أوكي؟ فإذا بعد بعام عام 89، يعني كانت الحرب على مشارف النهاية، شو صار؟ صادق نواب آخر برلمان لبناني، يعني آخر برلمان لبناني كان ينتخبوه على شيء اسمه الطائف، اتفاق الطائف، أو عفوا هني هذا آخر برلمان بهيدا العام، اتفقوا وعملوا شيء اسمه اتفاق الطائف، ونحن قلنا بأهدافنا اليوم نتعرف عليه. سمي وشو سموه؟ وثيقة المصالحة، من كلمتها مصالحة وطنية، يعني صالحوا جميع الجهات واتفقوا أنه الحرب لن تؤدي إلى شيء وعليهم بالمصالحة. وهذا الاتفاق وين وقعوا؟ بمدينة اسمها مدينة الطائف بالسعودية، مش بلبنان عملوه، يعني راحوا واتفقوا وعملوا اتفاق مصالحة وطنية سموه وثيقة المصالحة الوطنية. أوكي؟ اتفقنا؟ فإذن أنا بالعودة إلى السؤال، ما موضوع المستند؟ من أول سطر قرأته فرح مستيتية أستطيع أن أجيب. ما موضوع المستند؟ دعوني أسمع، مع أنه الإجابة بدأت بينت على الشاشة، دعوني أسمع مريم الصفدي.
ما موضوع الفضاء؟ عما سيتكلم هذا المستند يا مريم؟ مروى الصفدي؟ مس فيني أنا أجاوب؟ ما أنا اللي فتحت لك، أنا ما أنت فيك تجاوبي، ما أنا عملت لك أنا ميوت. سان لبناء لين؟ نعم معلمة، يتكلم النص على الانتخابات وعن الحرب الأهلية وهكذا. لين لا ما عم بيحكي عن الحرب الأهلية، هو عم بيحكي عن إنه معلمة منتخب اتفاق الطائف، اتفاق توقيع انتفاض الطائف. موضوعنا كلهم بدهم يحكون على إنه في وثيقة مصالحة مضوها هي توقيع اتفاق الطائف، أوكي؟ هذا المستخدم واحد بس نخلص حكي تقول نعمل ميوت وحتى ما نزعج الباقيين. استخرج من المستند رقم واحد. في حدا عم بيحكيني على الشات بس لحظة. مس أنا أوكي. أنا بشوف إيديكم أصبت، إذا بترفعوا إيديكم بتساعدوني أكثر بشوفكم أسرع. ما المكان، يعني أين المكان الذي وقع فيه اتفاق الطائف؟ نحن ذكرنا من شوي. نور ناصر، أين وقع اتفاق الطائف؟ الذي سمي الرسمة وثيقة المصالح الوطنية. وين يعني وقعوا؟ على الطاولة؟ في السعودية. في السعودية. السعودية بأي منطقة؟ فزان هنا في مدينة السعودية. السعودية. فزان هل تستطيعين أن تجيبي على السؤال؟ وقع الاتفاق في مدينة الطائف السعودية. وقع الاتفاق في مدينة الطائف السعودية. شكرا. السؤال الثاني، ما العوامل التي أدت إلى إنجاحه؟ يعني ليش نجح؟ هني كانوا عم يتخانقوا أو عاملين حرب طويلة عريضة. حأطلب من أثيل عائشة أن تكمل ما قرأته فرح. ومكنت له وفرضته إرادته وحوافز سياسية واقتصادية دولية وإقليمية، وإبقائه عائما إعياء الشعب الذي تحمل 15 سنة من الحرب. شكراً. ثم جرى إدراجه في الدستور اللبناني سنة 1990. شكراً أثيل. شو يعني مكنت له وفرضته؟ شو مكنت؟ شو بتعني لك الكلمة؟ ماذا تعني لك؟ يعني قدرت تمكن منه وفرضته إنه يعملوا هاي قرروا فرضوا، صح. شو اللي خلاه انه هذا الاتفاق انه يقر وخلص بده ينجحوه؟ إرادة وحوافز سياسية، يعني أقطاب سياسية. تعرفوا انتوا لما بصير في حرب في عنا دايما مصالح سياسية عم يتنازعوا عليها، وفي ناس هن بإيدهم بيحاربوا دفاعا عن جهات سياسية معينة، فهدول الإرادات السياسية خلص قرروا انه يتصالحوا بكفي 15 سنة حرب. واقتصادية لأنه صار البلد مدمر، ما بقى في حدا عم بفوت عليه، ما بقى في مال، ما بقى في شيء. وكمان إرادة دولية. شو يعني إرادة دولية أسيل؟ سكرت أسيل. براء عطايا، إرادة دولية يعني العالم اللي حوالينا، كمان الدول التي محيطة بنا، وقف الحرب كبيرة وصغيرة وإقليمية. سابع بلولي كبيرة، سابع بلولي كبيرة. نعم براءة. وانصر نماس. كنا بالسطر الثالث عم نشرح العوامل التي أدت إلى إنجاح هذا الاتفاق. عم تعرفي عن أي اتفاق عم نحكي؟ شو اسم الاتفاق عنه؟ اتفاق الطائف. صحيح. متى في أي عام صادق النواب على هذا الاتفاق؟ ألف وتسعمية وتسعة وثمانين، يعني على مشارف نهاية الحرب الأهلية. شكرا يا براءة. هلا العوامل اللي خلت هذا الاتفاق ينجح قلنا زي ما أنتوا شفتوا هي حوافز وإرادة سياسية ودولية أقليمية، وأبقاه عائما. شو يعني أبقاه عائما؟ يعني مثل كأنه فرضه. إعياء الشعب، ما معنى إعياء؟ منقول أنا أعيته من التعب. شو يعني يا فاطمة أعياه التعب؟ حنين أبو طاقة أعياه التعب. إعياء الشعب، عفوا إعياء الشعب. هنية قف يعاني من التعب.
يعني تعب الشعب اللبناني 15 سنة حرب تحمل خلص كفى حربا يعني. فإذا هلا صار فيكم تقولوا لي ما العوامل التي أدت إلى إنجاحه؟ في حدا فاتح مين؟ هنية قفاص، برأيك ما العوامل التي أدت إلى إنجاح هذا الاتفاق؟ مارتا، ما العوامل التي أدت إلى إنجاح هذا الاتفاق؟ ميسم، ما العوامل التي أدت إلى إنجاح هذا الاتفاق؟ نانسي ميليجي، فرض إدارته. حسن، إني أسمعك، سكرت رجعت الظاهر. روان صالح، ما العوامل التي أدت إلى إنجاح هذا الاتفاق؟ سلسبيلة، العوامل هو لما الشعب وعي، فالدولة الدولة لما اتفقت مع السعودية فهيك نجح. يعني إرادة دولية وإرادة سياسية، يعني السياسيين اللي قرروا وإرادة دولية، لأنه في عنا السعودية في عنا دول محيطة بنا. صحيح، خلينا نصيغها بجملة، ثلاث لنا الجواب. العوامل التي أدت إلى نجاح هذا الاتفاق إرادة وحوافز سياسة واقتصادية دولية وإقليمية وإبقائه عائما إعياء الشعب الذي تحمل 15 سنة من الحرب. صحيح، تزعم أن ما معنى إعياء إبقته عائما؟ إعياء الشعب اللبناني، إعياء الشعب، ما معنى إعياء؟ أي أنه وعي. هون لا، إعياء تعبة، تعبة تعبة تعبة. شكراً سلسبيلة. في حدا هون بدي أعرف شو اسمه هذا اللي كاتب RP6HW3، مين معي بس عشان أعرف أسجل حضوري؟ تقدر تجاوبينا، تعملي أنميوت؟ أنا عم بعمل لك أنميوت، ما بدها ترد. لو سمحتي بس قولي لي اسمك، شكله حدا غريب معنا. أنا جودي إبراهيم. جودي، أوكي. ومين إبراهيم؟ وسام زيد كمان، ياريت يجاوبنا مين اسمه. إبراهيم زين، وسام زين الدين. ميسي، أنا شهد جيشي، وسام زين الدين. أوكي تمام، شكرا. فلنكمل السؤال. يلا رينا دبسي، تقدر تقري لي السؤال الثالث؟ لحظة لعملك أنا ميوت. رينا دبسي، ليه ما عم بقدر؟ ما في عندك ميكرو الظاهر. غنى، ما السؤال الثالث؟ هدى معطي، ما الدرس الأقوى لاتفاق الطائف؟ عفوا، ما الدرس الأقوى لاتفاق الطائف؟ عظيم. هل تستطيع أن تكمل بعد القراءة؟ وصلنا هنا. ثم جرى إدراجه في الدستور اللبناني. أنتم تعرفوا في دستور لبناني هذا الاتفاق اللي اتفقوا عليه، ضافوا لوين؟ الدستور بعام 1990، يعني بعد ما خلصت الحرب اللبنانية. أوكي؟ طيب. أوكي. عم تحكي صبايا بس، في حدا فتح الميكرو؟ بلا. ملك صديق، يلا يا ملك. ما جرى إدراجه حرب 1990؟ هلا، وقد مر اليوم 30 عاما. هو نحن اليوم بأي سنة؟ ب 2020، يعني قدي صار مارق على الحرب؟ 21 ماس 21، يعني إذا نحن بأولى بعدنا. قدي صار مارر على الحرب الأهلية إذا خلصت بـ 1990؟ 90 2020، يعني صار مارر شو يا مراك؟ صار مارر 30 عام، من 1990 لـ 2000، 10 سنوات. ومن من العام 2000 لـ 2020 صار عنا شو يا حلحولة؟ حلا يوسف أنت، صار مال سليس عام. طيب ملك صديق، أتكملي القراءة لو سمحتي. فيني أنا أقرأ؟ رينا دي. وقد مر اليوم، أنا ما
ملك صديق. وقد مر اليوم صديق. يلا بقيني ميوت. ملك صديق. وقد مر اليوم. وقد مر اليوم 30 عاما على توقيعه في 22 تشرين الأول أكتوبر سنة 1989، لكنه لم يطبق حتى الآن بشكل مدني بشكل كامل. قاتلت الفصائل المتحاربة للحرب الأهلية اللبنانية 1975 إلى 1990 نحو 150 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وأقعدت عددا أكبر من ذلك، وسببت مستويات هائلة من النزوح والهجرة. إذ هاجر 30% حوالي 800,772 شخص من سكان ما قبل الحرب، الذين بلغ عددهم 2,576,000، ونزح الداخل نحو 33% آخرين تقريبا. عم تسمعني ملك؟ نعم. أوكي بس وقف شوي. فإذا بدأنا أنه الحرب صحيح هو من ما قرأتيه أنه صحيح الاتفاق تم بعام 89، ولكن لم ينفذ حرفيا أو لم يطبق في الواقع، يعني لأنه دلت بعض الفصائل المتحاربة للحرب تكمل بعد سنة سنتين إلى حين بلشت، ولكن كان في نتائج لهذه الحرب الأهلية. هم كأنه عم نقول أول نتيجة شو كانت؟ الهجرة. إذا لاحظتوا هاجر أكثر من 30%، يعني عدد كبير من اللبنانيين. غير الهجرة هي حلا اليوسف، حلا غير الهجرة في سبب تاني كمان، نتيجة تانية. برافو حلا. شو النتيجة التانية؟ شو صار كمان غير أنه هاجر 30% من اللبنانيين؟ مس فيني أنا؟ قلت لحلا اليوسف. مس نزح أنا. حلا اليوسف. ونزح في الداخل نحو 33% آخرين تقريبا. وقدرت مجموعات البحث المستقلة. فيني أنا؟ كانت عم تقرأها سكر. خليني أسمع. أنا. بس أنا. فيني أنا؟ بس فيني أقرأ. مش شايفين إيديكم مرفوعين، يعني ما خليني ارجع اعمل لكم ميوت، ما تقدروا تحكوا الا انا اطلبكم. اوكي خلص. اللي عم بقول اسمها هادية نوباني. هدية. خمس نايمه هدية. ملك علي. بس فيني اقرا ملك علي. تفضلي يلا. ونزح في الداخل نحو 33% آخرين تقريبا. 850 شخص. وقدرت مجموعات البحث، يعني اجت مجموعات بحث مستقلة، أن 4 من السكان 4% ما من السكان أي جرحوا، يعني 140 آخرين جرحوا. 400 يعني 103,040 شخص آخرين جرحوا، وأن حوالي 19,300 اختفوا قسراً أثناء الحرب الأهلية. شكراً. فإذاً هنا هل فيني أستخرج نتائج أخرى سببتها الحرب الأهلية يا ملك مما قرأتيه غير الهجرة؟ نرى أن هناك العديد. نعم. شو يعني النزوح؟ مش أنا. شو يعني بس من أجاوب أنا؟ كثير تكون من البلد لبنان إلى الخارج. مش فيني أجاوب؟ أين عويت؟ مش أنا. يعني ما خش اختفوا قسراً أثناء الحرب الأهلية. نحن نشرح كلمة نزوح. هجرة هي من لبنان إلى الخارج. أوكي هي بنقول لها هجرة. نزوح بتكون إلى خارج لبنان.
بتكون داخل البلد، يعني نزحوا من في كتير مثلا من سكان الدامور ظهروا من بيوتهم خلال الحرب ورجعوا لبعد الحرب بسنين يعني، فهذا بنسميه نزوح، انه راحوا على منطقه ثانيه. الزوم بده بعد شوي، بعد 10 دقائق ما مشكله. طيب فازن، ثاني نتيجه بدك تسمع نفسك، سكري ميوت يا مرة. غير نتيجه النزوح كمان في كثير من السكان جرحوا، يعني كان في جروح وفي اختفاء، يعني في كثير عيال كان ما بيعرف اولادها اذا هي عايشه ولا ميته، هذا كمان سبب من يعني نتيجه من نتائج الحرب. ربما كان الدرس الاقوى لاتفاق الطائف، فاذا هون نحن اللي عم نسال، كاني انا من شوي كنت عم بسال ما الدرس الاقوى، ما هيك؟ نعم. ها كاني هون فيني احصل على الجواب، ما الدرس الاقوى الذي حصل اتفاق الطائف؟ فحاسمع مش فيني انا ساره سمراوي، ما الدرس الاقوى؟ ربما فيني انا ساره سمراوي حاول تحكي. سندي الحاج فيني انا انا جودي ولا مره شاركت؟ تفضلي جودي. الدرس الأقوى لاتفاق الطائف هو أنه إذا طال أمد الحروب طويلا بما يكفي كل شيء يمكن أن يساوم عليه أو تعقد صفقة حوله مقابل نهاية بسيطة للحرب. تمام، شو يعني اشرحي لي، شو يعني، شو هو الدرس اللي أخذناه من اتفاق الطائف ومن الحرب بلغتك؟ بس فيني اسألك سؤال؟ الدرس الأقوى، بس لحظة شوي لأكمل الفكرة، الدرس الأقوى لاتفاق الطائف أنه إذا طال أمد الحروب طويلا بما يكفي، يعني الحرب مهما استمرت سنوات وسنوات كل شيء يمكن أن ينتهي عليه بالنهاية، سينتهي وبالنهاية تعقد صفقة، يعني بتلاقي كل اللي كانوا عم يتحاربوا وعم يتنازعوا الناس ليدافعوا عنهم لهالسياسيين بالأخير شو؟ هن بيقعدوا بيتصالحوا مع بعض على الطاولة، واللي راح بالحرب راح مقابل نهاية بسيطة، انتبهتوا للجملة؟ مقابل نهاية، يعني بالنهاية شو؟ بيعملوا اتفاقية طائف، وثيقة مصالحة الوطنية وبيتصالحوا، واللي مات مات، واللي انفقد انفقد، واللي انجرح انجرح، واللي هاجر هاجر، واللي نزح نزح. اوكي؟ مع انتو؟ أوكي. أجيب على السؤال الأخير، ما الدرس الأقوى الذي تعلمه اللبنانيون من اتفاق الطائف؟ بس فيني أنا ميرا محمد، ما سمعت صوتك اليوم ميرا محمد، أنت معي؟ نعم. يا ميرا، ما الدرس الأقوى لاتفاق الطائف؟ الدرس الأقوى لاتفاق الطائف هو أنه إذا طال أمد الحروب طويلة بما يكفي كل شيء يمكن أن يساوم عليه أن تعقد صفقة حول مقابل نهاية بسيطة للحرب. 100%، كل شيء ممكن يتساوم عليه، كل شيء بنتفاوض عليه يساوم، يعني بيصير في مفاوضات حتى ننهي وتعقد صفقة، نعقد صفقة، خلاص شو رأيكم نتصالح، يلا نمد إيدنا لبعض وانتهى كل شيء وكأنه ما كان في أموال حوله مقابل نهاية بسيطة للحرب. حدا عنده سؤال كان؟ لا. حدا كان سؤال؟ لا لحظة قليلا، انتظر قليلا. أنا رندا ولا رولا عثمان؟ بس أنا فرح السيكية. يلا يا فرح، ما سؤالك؟ مثلا انت بالسؤال الاخير ادم تسالينا نحن شو اخذنا درس ولا الطوائف شو اخذت درس؟ الفقره ومنا كان ضمن المقاله اللي كاتبها الصحفي انه الدرس الاقوى كان للبنانيين انه كل شيء بيتساوم عليه بالنهايه، وانه بالنهايه نهايه الحرب قد ما طولت بالنهايه بيعقدوا صفقه وبيقعدوا بيتصالحوا مع بعض. عرفت الدرس من خلال المستمع، دائما الاسئله تكون من خلال المستمع. لا اذا قالوا لك برايك بزين نسال سؤال. اوكي بس اقول لك برايك، بس يعني لو كان من الاول في انضباط ما كان صار هذا الشيء، يعني ما كان في ناس هاجرت وناس ماتت وناس صار فيها هيك اشياء. لو كان من زمان قاموا بالحرب وكان في قيام تصون عيش اللبنانيين سوية، حق الثاني ما
كنا ما وصلنا للحرب، لأنه بالنهاية اكتشفنا من بعد 15 سنة إنه الحرب لا قدمت ولا أخرت ولا حلت أي مشاكل ما بين اللبنانيين. كمان كتير ناس ماتت بتكون ماتت وصلحوا مع بعض ورجعت. صفحة 47 بعد بدنا نكمل بس مستندين وبننهي اليوم. مستند رقم 7 مس أي صفحة فيك تعيد؟ مس فيك تعيد أي صفحة؟ مس فيني أنا أقرأ؟ مس فيني أنا أسأل السؤال؟ صفحة 48 ساندي معي أنت؟ نعم يلا مس فيني أنا أقرأ؟ قولي للمستند رقم 7 مس فيني أقرأ؟ طبعي أنا بشوف إيديكم مرفوعين عندي على الشاشة بين مرفعت إيده، ما ضروري كل واحد يفتح الميكروفين أنا أقرأ. أوكي هلأ أنا قلت ساندي مس فيني أسأل السؤال؟ ساندي خليني بلش بخلص نرجع آخر شيء بنطلع. نعم أنت هنا؟ نعم يلا يا ساندي انظري للمستند رقم 7. هل تستطيعين تخرجين المستند رقم 7 بعض نتائج الحرب الأهلية اللبنانية؟ أول نتيجة ما منا معي ساندي مستني أنا الأضرار المادة إلى 12 رقم 1 ما قلقتي ساندي يلا قتلة 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 مية وسبعين ألف شخص وهجر 80 ألف شخص وهاجر إلى الخارج 900 ألف شخص الأطراف النادية ستوب وقف شوي. أول نتيجة للحرب الأهلية أنه قتل وهتحجير مش ممكن أنا ممكن أنا بس أنا بدي أقرأ فينا نزيد قتل وهجر قتل وتهجير. النتيجة الثانية هدى ماطي فيني أنا أقرأ هدى ماطي قلنا ما بعد فيني أقرأ ما بعد أمس لا تريدوا هدى ماطي هدى بس فيني أنا هدى ماطي بس فيني أنا ما تقولي مس أنا شايف إيدك مرفوعة هدى ماطي مس نعم مس نعم ثانية للحرب اللبنانية أضرار مادية من 9 إلى 12 مليار دولار من 6 إلى 12 يعني إضافة القتل والتهجير أضرار مادية جسيمة أضرار مادية شكرا خليني أجاوب نتيجة الحرب الثالثة سارة زيد بس أنا بدي أقرأ سارة زيد اللي بطلب منا بتقرأ الباقيين سكروا الميكرو إذا بتريدوا سارة زيد الخسائر بالإنتاج الداخلي 40 مليون دولار نصف خصوص الهاتف ل 4000 تعطل فازا خسائر تالية خسائر بالإنتاج شو يعني خسائر الإنتاج والدخل يعني توقفت الزراعة توقفت الصناعة ما بقى في عندنا منتوج ما بقى في دخل بهداك الوقت 40 مليار دولار يعني هلا عم تحكي عن مبلغ كتير ضخم انتبهوا مليار مش مليون وبهداك الوقت يعني كانت الليرة إلى بتحكي مظبوط وقبل كان الدولار أقل من هلا بس كان لبنان مش مليار صح عم نحكي هون مش عدد لبنان هون خسائر البضاعة على البضاعة ثاني شيء كان في خطوط تليفون مش مثل هلا خطوط التليفون كانت ممدودة بالأرض كانت خطوط التليفون إذا بيتذكروا أهليكم يمكن بيقولوا كان بالشارع مثل هلأ بالمخيم عندكم في كتير خطوط ممدودة من مطرح لمطرح ومن هون لهون هيدي بتهدم يعني بوقتها ما كان في انترنت مثل هلأ على التليفون نتواصل مع بعض كان سهل كان أنا إذا بتواصل مع شخص عن طريق الهاتف هاي تعتبر كانت خسارة بهذاك بس فينا أسأل سؤال أوكي تفضلي ملك صديق ملك صديق مس فيني أنا أقرأ ولا ملك علي مس فيني أسأل سؤال مس أنا أقرأ
انا ما عم بسأل، في حدا كان عم يقول بدي سؤال؟ أقرأ؟ ما حدا قال لي بدي اقرأ اذا بدي. طيب نكمل مع انا حبيب بدي اسمع بس انا ما خليتيني اجاوب بدي اقرأ.